ثم قال توما ليسوع: يا رب، لسنا نعرف أين تذهب وكيف نقدر أن نعرف الطريق. قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى أبي إلا بي. لو كنتم تعرفونني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا رب، أرنا الآب وحسبنا. قال له يسوع: أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس؟ من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ شوحا لا لها منايف، شوحا لم شيح مارا. بسم الله والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. أخوتي وأخواتي الأعزاء، مشاهدينا بكل مكان، صباح الخير. Good morning. هذا الصباح المبارك اللي هو الأحد الثالث من زمن القيامة، اجتمعنا بهذا المكان المقدس لكي ما نقدم هذه الذبيحة الإلهية من أجل جميع نياتكم، من أجل جميع النيات المقدمة لهذا المذبح المقدس، من أجل نية عالمنا، من أجل نية المرضى، من أجل موتانا، من أجل كل إنسان محتاج بهذا الوقت الصعب، من أجل كل إنسان مريض بهذا الوقت، من أجل الشفاء الجسدي والنفسي والروحي لعالمنا. في مسيرة يسوع المسيح من خلال إنجيل يوحنا، يسوع المسيح 7 مرات ينطي الكلمة اللي هي أنا هو، أنا هو. 7 مرات يعطينا تعريف عن نفسه، عن هويته الإلوهية، تعريف عن منه هو كإله حق، منه هو يسوع المسيح. الكلمات اللي يقولها إن أنا هو خبز الحياة، أنا هو نور العالم، أنا هو باب الرعية، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، وأنا هو الكرمة. المصطلح أنا هو جاي من العهد القديم لما ربنا حب أنه يظهر من نفسه، فنسأل منه أنت يا رب؟ هذا الصوت في السماء، منه أنت؟ فالجواب كان أنا هو الذي هو. فيسوع المسيح لما يقول أنا هو بمعنات الله هو نور العالم، الله هو الطريق والحق والحياة، الله هو راعي صالح، الله هو باب الرعية، الله هو القيام والحياة، الله هو الكرمة. هذا الشيء اليوم نجي عليه في إنجيل اليوم. يسوع يعبر عن نفسه لتوما ويقول أنا هو الطريق والحق والحياة. هذه الأمور الثلاثة، أو هاي الكلمات الثلاثة، أو هذه الخبرات الثلاثة، واحدة متصلة بالأخرى. فإذا اعترفنا بأن يسوع المسيح هو الطريق، راح يقودنا إلى الحياة، راح يقودنا إلى الحق والحقيقة، راح يقودنا إلى الحياة الكاملة. شيء متصل بالآخر. فنجي عليها، شنو معنى بالنسبة لنا اليوم؟ شنو معناته بأنه يسوع المسيح هو الطريق؟ في حياتنا نمشي في طرق كثيرة، ممكن هذه الطرق ما تكون طرق يسوع المسيح، نسلك طرق بعيدة عن إيماننا. في حياتنا ممكن نسلك طرق، ممكن تكون هذه الطرق صعبة وتأخذنا بعيد عن مفهوم يسوع المسيح، عن مفهوم الكنيسة، عن مفهوم الخلاص، عن تأخذنا بعيد عن حبه. نذكر مثل الابن الشاطر اللي اخذ ابتعد عن بيت أبوه واخذ طريق آخر، هذا الطريق بعد عن بيت الأب. ففي حياتنا ناخذ طرق، هاي الطرق ممكن تكون ملذاتنا، ممكن تكون خطيئتنا، ممكن تكون
كثير من الأمور تبعدنا عن هويتنا الحقيقية اللي هي هوية يسوع المسيح، وبهذا الطريق ممكن بأنه إحنا نضيع، ممكن بأنه إحنا نتيه، ما نعرف وين نروح في حياتنا. لكي ما أعرف أني بأنه دا أمشي بالطريق الصحيح، أقيم الطريق اللي دا أمشي به، أقيم evaluate الطريق اللي دا أمشي به على منه، لا على الآخرين، لا على فلان وفلان، لا أحاول أتشبه بناس، لكن أقيم طريقي على يسوع المسيح. وهذا الطريق خلنا نتذكر مرات هواية هو مثل طريق الجلجلة، الطريق إلى الصليب، ممكن يكون الطريق متعب. المسيحية اللي يقول هي إيمان سهل، ما يعجبني مصطلح الديانة. المسيحية هي إيمان، الديانة هو شيء متوارث، لكن الإيمان هو شيء معاش. فالمسيحية هي إيمان تباعة. في بداية المسيحية كانوا يسمون المسيحيين جماعة الطريق، لأنه مع المسيحيين كان كل طريق، هذا الطريق هو يسوع المسيح بنفسه، هذا الطريق اللي هو مرات هو طريق الجلجلة، ممكن نوقع، ممكن نتعب، ممكن نحمل صليبنا، لكن نعرف كل زين بأنه إحنا مو وحدنا، هذا الطريق هو طريق يسوع المسيح، هذا الطريق هو طريقنا كلنا، هذا هو الطريق، هذا الطريق راح يؤدينا إلى حقيقة، وهاي الحقيقة هي ما هي حقيقة ذواتنا، لكن هي حقيقة يسوع المسيح اللي يعيش فينا. الحقيقة بأنه أنا كإنسان لما أعيش دعوتي في عالم اليوم، أنا إنسان أعيش دعوتي الحقيقية في عالم اليوم، بحيث شنو؟ بحيث معناته بأنه أنا إنسان مدعو من الرب. كل إنسان من عندنا هو مدعو لشيء، ماكو إنسان إجى لهاي الدنيا اعتباطية، ماكو إنسان يجي للدنيا يولد ويعيش ويموت بلا معنى. كل إنسان من عندنا عنده معنى في هذه الحياة، كل إنسان من عندنا عنده دعوة في هذه الحياة، وهاي الدعوة، هاي الدعوة علامة مالتها هي دائما الفرح. ربنا يعطينا هذا الفرح في حياتنا. ذكر لما كنت في الرهبنة، معلم مالتنا في الرهبنة كان يقول بأن واحدة من الأمور ككاهن، إذا الكاهن ما يكون فرحان بدعوته ككاهن، راح هو يعيش حزين ويعيش الخورنة مالته بحزن. كذلك كل إنسان من عندنا، ربنا وإلهنا أعطانا دعوة، يا متزوج ربنا طالك الزوجة إلك كدعوة، يا متزوجة ربنا طالك زوجك إلك كدعوة، والعلامة مالتها هي الفرح. الفرح ما هو فرق فقط الفرح اللي يعيشه على لحظات بأنه أني متونس بحياتي، الفرح بأنه أني حقيقة داعيش حياتي، داعيش حقيقتي بموجب ما يريد يسوع المسيح. فنجيب اليوم دعوتنا، نجيب يوم حياتنا، نجيب يوم اليوم كل شيء اللي نعيشه ونقيمه على يسوع المسيح. يا رب أنت دعيتني لهاي الحياة، هل أنت راضي عليها؟ يا رب أنت دعيتني كي ما أكون كاهن، هل أنا دا أكمل الكهنوت أمامك؟ يا رب أنت دعيتني على مود أتزوج، أربي أطفال، يكون عندي عائلة، هل يا رب أنت راضي علي كدعوة؟ مشكلة اليوم الكل يتصور عند الحقيقة بأنه أنا أعرف، ما حد ما يقول لي شو أسوي، أنا أعرف لحد لا يحكي وياي شنو اللي أسوي، أنا أفتهم وبحد غيري ما يفتهم. لكن كلنا محتاجين هاي النعمة في حياتنا. واحدة من الأساسيات في إيماننا المسيحي هو بأنه نكون متواضعين. التواضع هو لما أني
أنزل من نفسي أمام ربنا وإلهنا لكي ما هو يحقق حقيقته في حياتي. أكو مثل يقول يا إنسان لا تكون مثل السنبلة الفارغة. السنبلة الفارغة اللي ما تحمل ثمر دائما تكون مرتفعة، هو يوديها وهو يجيبها، لكن السنبلة اللي متروسة دائما متواضعة نزلة من رأسها. فإحنا يا أخوتي وأخواتي ربنا أعطانا النعمة، ربنا أعطانا الحقيقة لكي ما نعيشها. خل ناخذ قراراتنا حسب ما يريد ربنا وإلهنا يسوع المسيح، مو حسب ما نريده إحنا. هذا الشيء يودينا إلى وين؟ يودينا إلى الحياة. الحياة الطريق والحق والحياة، الحياة بيننا وإحنا نعرف في كل لحظة من لحظات حياتنا بيننا وحياتنا بدون يسوع هي لا شيء. حياة العالم اليوم، العالم يقيم حياتنا بموجب الدرجة الاجتماعية، بموجب الغنى، بموجب العلم، بموجب الدرجة الوظيفية، أو بموجب إحنا شنو الشيء اللي حققناه في حياتنا. العالم يقيم اليوم الإنسان، أنت عندك فلس تسوى فلس، عندك مليون تسوى مليون. لكن تقييم يسوع المسيح بالنسبة لنا بأنه إحنا نعيش في حياتنا، لست أنا أحيا لكن بل المسيح يحيا فيها. هذه مرقوس يقولها إن القديس بولس، بأنه شاف وترك كل شيء من أجل بأنه المسيح يحيا فيه. اليوم عالمنا يقيم، يدعونا لهاي الحقيقة بأنه هذا زنجين، هذا فقير، هذا يعيش بفلان منطقة، ذاك يعيش بفلان منطقة، ونحاول إحنا في حياتنا نسوي شنو؟ نسوي كابي على الآخرين. ولهذا عالم اليوم متروس من الموديلات، متروس من الشغلات اللي بيها أسامي، إذا طريق الهدوم، طريق السيارات، طريق البيوت، طريق كل شيء. ليش صار هذا الشيء؟ لأنه نحاول نصير كابي على واحد آخر. مرات هواية شبابنا وبناتنا يأخذون صورة لفلان ممثل، لفلان ممثلة، وأريد أكون مثلها، أريد أكون مثله. ليش؟ لأنه مرات هواية نتفرغ من دعوتنا الحقيقية، الحقيقة مالتنا، الحياة مالتنا هي بيسوع المسيح. خلنا ناخذ صورة يسوع المسيح قدامنا ونخليها. يا رب شلون أقدر أكون مثلك في عالمي؟ شلون أقدر أعيش حقيقتك في عالمي؟ شلون أقدر أعيش كلمتك في عالمي؟ شلون يقدر الإنسان المتزوج بأنه يعيش حياة يسوع المسيح في بيته؟ شلون يقدر الكاهن بأنه يعيش حياة يسوع المسيح في بيته؟ هاي معناها شنو؟ معناها بأنه أنا اليوم مدعو، اليوم أنا كإنسان مدعو بأنه أبين يسوع المسيح للآخرين، مثل مر يوحنا المعمدان، له أن يزيد ولي أن أنقص. له أن يزيد معناته بأنه يسوع المسيح دائما يظهر في كل لحظة من لحظات حياتي، لا أتشبه بهذا وذاك. دعوتي أنا كإنسان مسيحي بأنه أعيش يسوع المسيح اللي هو الطريق، أمشي به طريق يسوع المسيح، اللي يعيش حقيقة يسوع المسيح، بعدين تكتمل حياتي مع يسوع المسيح. مفهوم اليوم هو كلش مهم للإنسان المسيحي، للإنسان المعمد. مو بس بأنه أنا أكون خوش إنسان وخلاص، هذا المفهوم اللي منتشر في عالم اليوم، صير خوش إنسان، صير خوش آدمي وبعدين هذا هو كل شيء خلاص، أمشي تكون خوش إنسان ما تأذي ما حد. لكن احنا ما مدعوين بانه نكون بس فقط خوش ناس، مدعوين بانه نكون خوش ناس مسيحيين. المسيحي هو يعيش المسيح في عالمنا. واللي قوينا شنو الشيء اللي قوينا في هذه الرحله؟ هي اسرار الكنيسه، قربان المقدس. اللي قوينا في هذه الرحله هي الصلاه. اللي قوينا في هذه الرحله بان ناخذ من مثل القديسين، ان ناخذ من مثالهم لنا في حياتنا، لانهم اختبروا هاي العيشه، اختبروا هذا الطريق والحق والحياه في حياتهم.
أخوتي وأخواتي العزاء، وهذا القداس المبارك، نصلي من أجل جميع أخوتنا وأخواتنا، نصلي من أجل جميع الناس المحتاجين، نصلي من أجل جميع الناس اللي طلبوا من عندنا بأن نصلي من أجلهم. كل هذا الشيء نطلبه بشفاعة مريم أمنا وشفاعة قديس جورجيس. بسم الله والابن والروح القدس، الإله الواحد.